على هذه يعني المقاولة الذي قام بإنجاز هذا المشروع أعلن إفلاسه، وبالتالي تم تبديل المقاولة. ربما بعض المشاريع التي يتم تنفيذها وفق خطة وضعتها سلطة بقدرة تصل إلى 10,000 متر مكعب يوميا، أي 3.6 مليون. تم الطلب من بلدية غزة دفع فاتورة مياه شركة ميكروت الإسرائيلية، وفي ظل عدم قدرة البلدية على دفع الفاتورة، لربما نتحدث عن 10 مليون دولار، هناك فاتورة موجودة لمياه ميكروت مستحقة على البلدية أو على السلطة الوطنية. السلطة الوطنية طلبت من بلدية غزة تسديد هذه الفاتورة، طبعا في ظل عدم قدرة البلدية على دفع هذه الفاتورة، في ظل جباية متدنية من قبل البلدية للأموال المستحقة على المواطنين، لربما هذا سيدفع البلدية في ظل انقطاع هذا المصدر من المياه عن البلدية، سيؤدي إلى أن البلدية ستقوم بالرجوع إلى آبار المياه المالحة التي تم إغلاقها في الفترة الماضية في ظل توفر مياه ميكروت العذبة التي يحتاجها المواطن. وبالتالي نحن نتحدث عن لربما تضييق إضافي على المواطن، تعطيش إضافي للمواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة. هذه المحطة تم إنشاؤها، طبعا هذا المشروع عبارة عن 3 مراحل. طبعا نحن نعلم أن الطاقة الكهربية تدخل في كل شيء، وبالتالي هذا يشكل طبعا تهديد وخطورة على المنشآت أو تشغيل المنشآت المائية، وبالتالي التأثير سلبا على خدمة المياه المقدمة للمواطن. نحن نتحدث عن آبار مياه للبلديات تشغل بشكل يومي على مدار الساعة، في ظل وجود 4 ساعات تشغيل أو لوجود الطاقة الكهربية، هذا سيشكل صعوبة إضافية لدى البلديات المختلفة، لأن البلديات غير قادرة على شراء سولار وبالتالي تشغيل مولدات وبالتالي توليد الطاقة الكهربائية. هذا سيؤدي إلى انخفاض في كمية المياه التي تصل المواطن، وبالتالي تهديد صحة المواطن، لأن المواطن بدون مياه سيحيا حياة صعبة، حياة غير صحية. نتحدث عن محطات ضخ الصرف الصحي الموجودة في داخل المدن التي تعمل على ضخ مياه الصرف الصحي خارج المدينة إلى محطات المعالجة، في ظل عدم وجود الطاقة الكهربائية لربما هذا يشكل تهديد، وبالتالي حدوث فيضانات في داخل المدن، وبالتالي تلويث الخزان الجوفي، وبالتالي تأثير سلبا على صحة المواطن. المزارع الفلسطيني لن يستطيع تشغيل البئر المياه الخاص به، وبالتالي التأثير سلبا على الأمن الغذائي الموجود في قطاع غزة، وبالتالي ليس فقط الأمن الغذائي، بل ربما نتحدث عن مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية. سيكون هناك ارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية والمنتجات الزراعية. طبعا توصياتنا أن يتم رفع هذا الحصار، أن يتم عدم تشديد الحصار من خلال الإجراءات الأخيرة، من خلال موضوع الرواتب، وبالتالي التأثير سلبا على الاقتصاد الموجود داخل قطاع غزة. يلا شباب، يلا دقيقة بس يعني.